رحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وهنتكلم عن نقابة المحامين اللي بتنتظر انتخابات لاختيار منصب أو لتعيين منصب النقيب في 4 سبتمبر المقبل. يوم 16 يوليو سيتم فتح باب الترشح لمن يرغب في الترشح لهذا المنصب. وطبعا يعني زي ما سمعنا الأخبار على مواقع إخبارية، على السوشيال ميديا، عدد من المحامين أعلن بالفعل نيته الترشح في هذه الانتخابات. البعض قال أنه لسه بيدرس الأمر، لكن في النهاية هذه الانتخابات هتطرح العديد من الأسئلة. ربما أهم هذه الأسئلة ما المأمول من النقيب القادم اللي هيتولى النقابة خلفا للنقيب الراحل الأستاذ رجائي عطية. خلوني أرحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذة دينا المقدم المحامية، أهلا بحضرتك يا أستاذة دينا. أهلا بحضرتك. الأستاذ محمد طاهر المحامي، أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيك. أولا يعني خليني أبدأ ليديز فيرست طبعا. تفضل فندم. أكيد. أستاذة دينا، الانتخابات المقبلة إيه المأمول منها؟ وبسأل حضرتك كمحامية وكسيدة أيضا. والله مهنة المحاماة عانت لسنوات طويلة جدا، وخاصة المرأة، يعني هنتكلم عن المهنة عامة، بأنه تم ترسيخ صورة سيئة جدا عن المحامي وعن مهنة المحاماة، بأنه كثير ال 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 يعني هنرجع شوية لأفلام التسعينات وحسن سبانخ وعادل إمام والصورة اللي ترسخت في عقل المواطن المصري بأنه المحامي هو شخص شرير بطبعه، هو شخص مش دايما أمين على مصلحة موكله. وبالتالي بس هل الصورة دي يعني فعلا موجودة عند ناس كتير؟ يعني ما احنا انتقلنا في مرحلة انتقالية عظيمة جدا حصلت لترسيخ، يعني بتنفي بقى المفاهيم المغلوطة دي من الأفلام القديمة اللي بنتكلم عنها، وصولا إلى مسلسل سوتس مثلا. فأنا هنا بدأت أتكلم عن الارتقاء بمهنة المحاماة وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن مهنة المحاماة. هنيجي نتكلم عن المرأة. المرأة اتظلمت كتير في مهنة المحاماة نظرا لأنها مهنة قاسية للغاية، مهنة محتاجة وقت ومجهود ومحتاجة علم ومحتاجة موهبة. وبرضو من أحد السلبيات اللي كانت موجودة في مجتمعنا هو فكرة أن الرجل المحامي هو الأفضل، الرجل المحامي هو الأكثر كفاءة، هو الأكثر قدرة على حماية موكل. حاليا الصورة دي اتصلحت بشكل كبير جدا. الجيل الجديد من المحامين بصراحة مبهج، يدعو إلى التفاؤل، المحامين والمحاميات. بس خليني أتكلم عن البنات بالأخص. بقى في بنات عندها شغف بمهنة المحاماة عن الفترة اللي فاتت، بقى في بنات عندها بتصنع لنفسها شخصية قانونية مختلفة ومغيرة للماضي بشكل كبير جدا. برضو المؤسسات أو المكاتب المحامية الكبيرة بدأت تثق في الفتيات بشكل كبير، خاصة الخارجات الجدد. فهي مفاهيم بيصححها الوقت. جميل. بيصححها أداء النقابة في حق أبنائها بشكل كبير جدا، إزاي نرتقي بمهنة المحاماة، إزاي نغير المفاهيم المغلوطة اللي ترسخت بعقول المواطن. طيب أستاذ محمد، هل المفاهيم المغلوطة دي لسه يعني من وجهة نظرك لسه موجودة؟ لسه صورة المحامي صورة يعني رسختها بعض الأعمال الدرامية أو بعض الأعمال السينمائية عند الناس وما زالت موجودة عند الناس؟ أولا حضرتك سعادتك، الشغل السينمائي حاجة والحياة الواقعية حاجة تانية. الشغل السينمائي بيصور المحامي من ناحيتين، في ناحية كوميدية وفي ناحية جدية. على سبيل المثال مثلا الليمبي 8 جيجا ده سعادتك صور المحامي بشكل كوميدي، فهو المخرج وجه العمل لهذا الوضع. وفي أفلام بتبقى شخصية المحامي جدية، زي مثلا ملاك اسكندرية، زي مثلا بتاع أحمد عز، أحمد زكي في ضد القانون، ضد الحكومة، ضد الحكومة سوري، عمل مرافعات جيدة جدا جدا، لأن هو كان بيهتم بشغله رحمة الله عليه، وأكيد حضر جلساته وشاف المرافعات والكلام ده كله. المحامي حضرتك سعادتك مش شرط أنه هو يكون وحش، ومش شرط هو يكون كويس، بمعنى أدق إن حضرتك سعادتك مش كل الناس ظلمة ومش كل الناس مظلومين.
فكل ما في الامر انا هكلمك على سلوكي الشخصي. انا لما بعرف ان الف هيظلم به ما بشتغلش معاه، الف هياكل فلوس به ما بشتغلش معاه. انا ممكن اخدم الف، اقول له ممكن اجل لك الجلسه مره واتنين لغايه لما تلم فلوسه وتديها له. ده مثلا سلوكي الشخصي، نظرا ان انا محامي ابا عن جد ومتعلم اصول المهنه على احسن وجه. فكل ما في الامر دي الناحيه العمليه. اما الناحيه ساعتك السينمائيه مختلفة تماما على الواقع. يعني على سبيل المثال في أفلام سينمائية اتعملت طلعت ضابط الشرطة بشكل مضحك، طلعت القاضي بشكل مضحك، طلعت الدكتور بشكل مضحك. مش معنى كده ان كل المحامين وحشين او طيب. كلهم كويسين. خلينا نشوف مدام، جبنا سيرة السينما، خلينا نشوف يعني كده فيديو يصور لنا يعني جزء من اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. النيابة تطالب بتوقيع اقصى العقود. القضية رقم 617. يا حضرات المستشارين، يا سيد الرئيس، وكيلي كان يرقص وليس هناك قانون أيها السادة يمنع الرقص. هل هناك قانون يا حضرات المستشارين يمنع الرقص؟ حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر. بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي. إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا وواضحة تماما. إن هذا المتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام. لا حول ولا قوة إلا بالله. دي حتة حشيش ما لناش دعوة بيها. أنا راجل عاوزها تترافع وهي لسه في البيت. وماله؟ كلها يومين وتمتحن. ثم إنها حافظة دروس ضرب. سماعينه قانون العقوبات. اكتب لي شيك ب50,000 جنيه، 20,000 جنيه بقيت اتعابي، و20,000 عشان حاولت تلعب بدلك معايا، و10,000 عشان ما تعملش كده مع المحامين المحترمين اللي قبلوا يترفع عن واحد نصاب زيك. كلنا فاسدون. انا مديله مصلحه هتخليه كده. يا نهار اسود. قضيه عجيبه. رفعت الجلسه. طيب استاذ دينا، يعني الفيديو اللي احنا شفناه ده تجميع كده لبعض الاعمال الدراميه والسينمائيه اللي تناولت شخصيه المحامي، هل كان في تجني على المحامي من خلال هذه الاعمال؟ انا شخصيا لا افضل هذا النوع من الاعمال، خاصه لجميع المهن وليست مهنتي فقط، يعني لان الفن بتاعنا احنا شعب بيتاثر جدا بالفن بتاعه، الشعب العربي عامه بيتاثر جدا بالدراما بتاعته اللي بتعبر بطبيعه الحال عن الواقع بتاعه. فاذا انا طول الوقت هرسخ جواك بانه جميع ضباط الشرطه مثلا عندهم شيء سلبي، المحاميين طول الوقت بيغيروا في الحقائق وبيبيعوا الموكل بتاعهم وبيتلاعبوا بالاجراءات، اي مهنه والطب كذلك، فانا اعتقد بان احنا محتاجين او بدانا بالفعل ده يحصل بان احنا نبدا نغير مفهوم المحاماه. بقى عندنا سوتس مثلا كعمل درامي هايل بيعبر عن مؤسسه قانونيه عريقه، بيتكلم عن المظهر الجيد للمحامي وادائه وعلمه. بس ده عمل يعني معرب او ممصر، خلينا نقول بغض النظر، بس قدرت اقدمه بشكل لائق لانه فعليا وواقعيا دي الصوره اللي رايحه ليها المحاماه الحديثه، خاصه بعد الرقمنه وبعد التطور وخطه الدوله كمان للتنميه المستدامه. دي من احد الخطط اللي موجوده عندي انا كمهنه محامين، انا التقاضي بتاعي كله هيبقى عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الانترنت. بطلت يبقى الموضوع مهنة فيها الكثير من التعب والكثير من الجهد والكثير، كل حاجة بقت متوفرة والأدوات كلها بقت متوفرة تحت أيدينا، إذن ما بقاش عندنا ما يبرر أن احنا نسيء. بس على فكرة يعني برضو احنا جبنا لقطات من فيلم الأستاذة فاطمة، وده من الأفلام القديمة اللي يعني أثبتت قدرة المرأة في فترة مبكرة جدا على أنها تصلح أنها تكون محامية ومحامية قديرة. لكن شوهت صورة المرأة أيضا في أحد المرافعات، لذلك عند إهانة أي محامية دلوقتي ضعيفة أو صغيرة لسه الأستاذة فاطمة، فهو بقى فيه بقى تنمر ولكن شكله شيك شوية.
اي نعم هي في الاخر نجحت وقدرت انها تثبت نفسها. بس حضرتك يعني الفيلم ده سنه 1952 ده يعني من كام سنه؟ 55 سنه ده يعني انا في مهنه المحاماه مش شايفه ان في فرق بين رجل ومراه يعني. اتفضل يا استاذ محمد. اولا دي مهنه العظماء دي بس ملحوظه الفت نظر المجتمع المصري ليها. ليه مهنه العظماء؟ اولا مصطفى كامل كان محامي، سعد زغلول كان محامي، والمهن الثانيه مش عظماء. لا هو بس هو بعد اذن سيادتك يعني انا مهنه كل المهن هي لا هو يعني بعد اذنك اقاطعك، هو حضرتك دي مهنه العظماء في الاصل. في الاصل بدليل ايه؟ مصطفى كامل كان محامي كان بيقود امه، سعد زغلول كان محامي كان بيقود امه. الا ان سعادتك المهنه تدهورت مثلها كمثل باقي المهن. يعني اذا بصينا لمهنه الطب ان في اطباء بتعمل بيع اعضاء بشريه، اذا بصينا لمهنه مثلا رجال الشرطه طبعا اكن لهم كل ادب واحترام، لكن في بعض التجاوزات، لكن كل ما في الامر هي اساسها الاحترام. زي حضرتك كمذيع انت راجل محترم جدا جدا، لان انت بتخاطب شعب كامل ان لم يكن الوطن العربي باكمله، والبرنامج ده اعتقد مذاع على كل دول العالم، فلا بد ان تتمثل بالادب والاحترام الجم. كذلك مهنتنا، بس كل ما في الامر في تجاوزات، في تجاوزات مثلها مثل ما باقي أي مهنة. زي مثلا المدرس اللي بيدي دروس خصوصيه طيب. يقول لك ده كده متجاوز؟ لا مش متجاوز، ده وجهه نظري يعني، لان هو التجاوز امر استثنائي يعني. لكن ان انا ارسخ جوه اقول المواطن انه المحامين انت محامي بيخاف منك، هو اصلا بدا كده. يعني بياخد حذره قبل ما يتعامل معاك، يلجا لك بالظبط. لا هو مجرد طيب. ما بيعرف ان انت محامي سعادتك بياخد حذره منك. بيشتغل ايه حضرتك محامي؟ يبدا ايه يعني ياخد حذره منك. طيب انا عايز اشرك معايا الاستاذ مجدي سخي وكيل اول النقابه. أيوة لسه مش معانا. طيب لسه مش معانا، مع انه قالوا لي انه يعني حاليا. طيب خلينا نتكلم عن الانتخابات المقبله، واحنا قلنا في المقدمه انه الانتخابات يوم 16 يفتح باب الترشح شهر 9 لإقامة أو لإجراء الانتخابات التكميلية في 4 سبتمبر على ما أعتقد. أيوة. ماذا تنتظري أنت كمحامية من هذه الانتخابات والنقيب المقبل؟ الفترة اللي فاتت والانتخابات اللي فاتت وبعد وفاة السيد النقيب حصل حالة من اللخبطة عند المحامين، يعني ما بقوش عارفين هل هيبقى في انتخابات ولا ما فيش انتخابات، طب مين اللي هيترشح، طب هل النقيب السابق هيرشح نفسه ولا لا، يعني مجموعة أسئلة عليها علامات استفهام كبيرة جدا. بس خليني أوضح نقطة مهمة جدا، بأنه للأسف الزملاء المحاميين أو البعض من الزملاء المحاميين ما بقوش بيعرفوا يختلفوا على أمر الانتخابات، يعني أصبح الاختلاف بشكل فج وشكل لا يليق بمهنة المحاماة وبيكم أنتوا كمان كمحاميين. يعني مستنيين وده بنشوفه إزاي؟ يعني بتشوفيه إزاي؟ من التراشق بالألفاظ والاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن احنا بقينا مجموعتين أو أحزاب منتمية للنقيب السابق وأحزاب منتمية للنقيب الراحل، وهذه الحالة يعني المفروض أنه احنا مهنة المحاماة تختلف تماما عن جميع أطياف المجتمع، لأن المفروض أن احنا اللي بنحط قوانين وبنطبقها وبننفذها، إذا ما كناش احنا القدوة الحسنة في الاختلاف في الرأي والقدوة الحسنة في عدم إهانة الآخر، واحنا بنجيب حقوق الناس، فما ينفعش اخد من حد حقه في انه يعبر عن نفسه ويعبر عن رايه بمنتهى الشفافيه ومنتهى اليسر يعني. بس هو التعبير عن الراي ده حضرتك شايفاه يعني بشكل غير لائق. انت من حقك انك ترفض او تقبل او تعترض، ولكن يكون بالشكل الذي يليق ليك ولي انا كمحاميه زميله ليك في نفس النقاب. طيب ناخد راي الاستاذ محمد. هي في ملحوظه برضو الفت نظر حضرتك ليها، سعادتك من نقابه المحامين هي النقابه الوحيده في مصر التي لا تأخذ أي دعم من الدولة، دي نمرة واحد. فسعادتك احنا مع ملاحظة ان نقابة المحامين دي القوة الخامسة في الدولة بعد الجيش والشرطة والقضاء ونقابة الصحفيين، نقابة المحامين القوة الخامسة في الدولة، لكن للأسف الشديد لا نتلقى أي مساعدة أو أي دعم من الدولة. احنا كلنا بنقود نفسنا،
هذا بالإضافة إن إحنا لينا أموال كتيرة سعادتك في وزارة العدل. لا معلش يعني ليه؟ يعني خلينا بس الجزئيات دي نأجلها شوية. إحنا بنتكلم دلوقتي عن الأجواء المحيطة بالانتخابات المقبلة. الأجواء المحيطة. الأستاذة دينا بتقول إنه في تراشق بالألفاظ من خلال السوشيال ميديا. والله يا ما لا أتطرق لهذا الموضوع لأن هم كلهم أساتذتي وحبايبي وكلنا متربيين مع بعض. بس هو اي انتخابات شايف ده يعني ايه شايفه ازاي؟ لا هو اي انتخابات حضرتك لازم يكون فيها مشادات سواء كلاميه سواء بالايدي سواء حتى في انتخابات الانديه. انتخابات الانديه احنا شفنا الكلام ده برضه في انتخابات الانديه والاتهامات شيء اخر ان انا اخوض في عرض الاخر ده غير مقبول تماما. اي انتخابات حضرتك لازم يكون فيها مشادات حتى انتخابات مجلس الشعب بدليل بيعينوا جيش وشرطه في الانتخابات. هو الاستاذ الدين بيقول لك انه المشادات عاديه يعني معركه ساخنه معركه انتخابيه ساخنه لكن التجاوز يعني التجاوز يعني ده وارد حضرتك في اي انتخابات بس ده لا يقلل من شاننا شيء. هو احنا محتاجين بس استاذ محمد الاستاذ محمد دبلوماسي ما هو بص حضرتك يعني خلي الامور واضحه شويه احنا محتاجين بس شويه مفاهيم تتغير عند الناس. انا معاكي التجاوز معاكي. وارد يحصل لا مش معاكي. وارد ان انا اقلل من الاخر مش وارد ان انا اهين اساتذه كبار وعلماء ورموز مش وارد ان انا اخوض في عرض الاخر في حاجات كده محتاجين نغيرها شويه في مفاهيمنا. نص الشعب المصري نصه اهلاوي ونصه زملكاوي في الماتشات بيتخانقوا ما احنا اولى بان نتخانق حاجه أيوه. بس احنا اولى بان احنا نوعي الناس تمام. ان من حقها طيب. تختلف على فكره ملحوظه الفت نظر حضرتك ليها بس ملحوظه مهمه تأييدا لكلام بس الاستاذه ان احنا عددنا 600,000 ويزيد 600,000 ويزيد فمتخيل ال 600,000 دول بيتجمعوا في النقابه وقت الانتخابات. من الطبيعي سعادتك ان لازم يحصل مشادات والتحامات والتزاحم الشديد والتراشق بالالفاظ ده وارد في اي انتخابات في اي انتخابات حتى لو طيب. بسيط في انتخابات مجلس الشعب انتخابات اسمع أندية. اسمع راي الاستاذ مجدي سخي القائم بعمل سخا عفوا استاذنا الفاضل يعني استاذ مجدي سخا طبعا لسه كنت بتكلم معاه في التليفون النهارده اعضاء المجلس. استاذ مجدي مساء الخير اولا. مساء الخير يا دكتور عمرو اهلا وسهلا حضرتك وضيوفك الكرام. مش عارف حضرتك كنت متابعنا من اي يعني جزئيه ولكن احنا تطرقنا الى ما طرأ على المهنه تطرقنا الى الاتهامات التي ربما يعني تلاحق فئه معينه من المحامين وصوره المحامي في السينما وفي بعض الاعمال الدراميه ووصلنا في النقاش الى الانتخابات المقبله وصلنا إلى نقطة يعني تتعلق بالتجاوزات التي يعني تمتلئ بها مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي هذا المرشح أو ذاك المرشحين المحتملين طبعا. حضرتك شايف الأجواء دي إزاي؟ هو اسمح لي حضرتك أن أنا أبدأ معك بأن السينما والفن هو مرآة المجتمع تمام. مش خلاف في هذا وحضرتك ارجع لتاريخ من الخمسينيات حتى نهاية السبعينيات شوف صورة المحامي كانت بتعرض ازاي في السينما الخمسينيات الستينيات السبعينيات كانت بتعرض ازاي يا استاذ مجد؟ كانت بتعرض بشكل محترم وشكل لائق وهو ما يعبر عن حقيقة وضع المحامي في هذا الزمن تمام. المحامي يعامل معاملة الوزير دائما المحامي باشا المحامي بس هما لغوا الألقاب يا أستاذ مجدي ماشي يعني وقتها احنا بنتكلم كان وقتها الألقاب دي قائمة وموجودة ماشي. تطور الزمن وكثرة الأعداد وزيادة الأعداد بدأت الصورة يعني إلى حد ما تبدو ضبابية وهذه حقيقة لا ننكرها. احنا بنحاول قدر الإمكان ان احنا نعيد المحامي إلى الحالة التي كان عليها في الخمسينات والستينات وده لن يتأتى إلا بعدة أمور. نقابة المحامين مفتوحة لكل خريج كليات الحقوق كليات الحقوق بتضخ 25,000 خريج سنويا بيدخل منهم 20,000 في نقابة المحامين ولا عمل له ولا يعني لا يمكن سوق المحاماه يستوعب هذا الكم الهائل وبالتالي يا استاذ مجدي عشان الوقت بس وبالتالي بدا يحصل تدهور في مهنه المحاماه هذه حقيقه لا ننكرها. احنا تدهور في 2013 انا اقول لك كنا اعضاء في لجنه اعداد الدستور وضعنا نصا
قاطعا في أن يعيد نقابة المحامين إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وهو أولا رقم واحد أن نقابة المحامين أو مهنة المحاماة أصبحت جزءا من القضاء، جزء أساسي في القضاء المصري. في الفصل الأخير في المادة 198 بقت المحاماة جزءا أساسيا فيما يتعلق بمهنة بالقضاء. الجزء الثاني وهو نص صريح وواضح في الدستور أعطى لمجلس النقابة الحق الكامل في أن يسيطر على جدول نقابة المحامين. لا أقبل عدد من المحامين يقيد في جدول نقابة المحامين إلا بالقدر الذي يحدده مجلس نقابة المحامين. تمام. اللي بيدرس احتياجات السوق. أيضا في تعديل قانون المحاماة قلنا أن احنا بنعمل أكاديمية للمحاماة. هذه الأكاديمية لابد أن يلتحق خريج كلية الحقوق بالأكاديمية حتى يؤهل علميا وفنيا لكي يمارس مهنة المحاماة. للأسف الشديد بعض النصوص تعطلت وبعض النصوص لم تطبق، إنما أنا إن شاء الله بنعد المحامين إن احنا سوف تعود نقابة المحامين إلى ما كانت عليه وسوف نطبق. جميل. إلى أن تعود قد. إلى أن تعود ويتحقق هذا يعني المطلب. نعم. شايف ازاي الاجواء المحيطه بهذه الانتخابات؟ واولا هل الانتخابات ستقام في موعدها ان شاء الله؟ هو بص حضرتك، نقابه المحامين بلا نقيب هي جسد بلا راس. نقيب المحامين اللي بتنتخبه الجمعيه العموميه هو بيبقى راس نقابه المحامين. انما المشرع في القانون عندما يخلو موقع النقيب وضع حلول حتى يأتي نقيب جديد، أنه أقدم الوكلاء أو أكبر الأعضاء سنًا هو الذي يسير أعمال النقابة حتى تمام الانتخابات. أنا وفاة الأستاذ رجائي كانت في 26/3، في 8/5 دعوت المجلس للإنعقاد وقررنا فتح باب الترشح للانتخاب باعتباره من 16/7 وإجراء الانتخابات في 4/9. أنا أتمنى أن تجرى الانتخابات، نتمنى أن المحامين يساندونا ويساعدونا في اجراء الانتخابات. بس في كلام في كلام من جوه النقابه استاذ مجدي، يعني قال انه الامر ربما سيستمر بهذه الصوره الى سنه 2024، وانه يعني استمرار او بقاء الوضع الحالي كما هو عليه. لا، احنا اصدرنا قرار بالفعل بفتح باب الترشح واجراء الانتخابات. انما انت ملاحق بالطعون في من المحامين. ملاحق بايه؟ بالطعون. بالطعون على القرار. الطعون على القرار، ان احنا كمجلس نقابه المحامين اول الداعمين واول المؤيدين لاجراء الانتخابات. انما انا هبقى مضطر لما يصدر حكم بوقف الانتخابات، هي دي العقبه الوحيده. انما ما عنديش اي عقبات اخرى. اما فيما يتعلق بقى بما اثير حول ما ينشر على السوشيال ميديا او السباب اللي بيتحدثوا عنه، انا بقول لحضرتك نقابه المحامين هي نقابه حريات، وللاسف الشديد في بعض يسيء لفظ الحريات، انه عندما ينتقد قد يخطئ في نقد. احنا نقبل اي نقد، نعم، نقبل اي تعليق ونقبل اي نصيحه، انما لا نقبل السب او القذف او الاهانه. اي مرشح من المرشحين سواء المحتملين او اللي هيظهرونا بعد ذلك، بالقطع له مؤيدين، بالقطع له مريدين، فبيتحمسوا اكثر حماسه من المرشح ذاته، وخاصه طبعا المحامين متحدثين جيدين طبعاً. ورائعين بالضبط، يعني مهنتهم جاهزة. تحتم عليهم ذلك. طيب، الحجج جاهزه عندهم طبعا. طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجدي سخا، وكيل أول النقابة والقائم بأعمال النقيب. وأرجع بعد إذن في ملحوظة ألف مظلم عليك ليها. حضرتك سعادتك النقيب الأسبق الأستاذ سامح عاشور كان عمل حاجة كويسة جدا. إيه هي؟ إحنا أنا قلت لسعادتك العدد بتاعنا 600,000، فعمل سعادتك إن أنت عشان تجدد القيد بتاعك لازم تقدم توكيلات ومحاضر جلسات، إن أنت فعلا بتشتغل كمحامي. تم تصفية الجداول من 600,000 حضرتك ساعتك ل 140,000، ال 140,000 على مستوى الجمهورية هم دول اللي بيشتغلوا فعلا محامين. للأسف الشديد الأستاذ رجائي رحمة الله عليه
واكن له برضو كل ادب واحترام، لغى هذا الكلام ورجع قيدهم مره اخرى. نتج عن الكلام ده ايه حضرتك؟ ضعف في النقابه. بمعنى ادق، انا سعادتك المحامي لما بيمرض المفروض بيقدم طلب للنقابه بطاقه علاجيه او كاني او ماني، انت محتاج عمليه ب 20 ب 30 ب 50 لغايه 100,000 جنيه كانت النقابه بتدي لك، عشان كنا 140 دلوقتي رجعنا 600 وي وداخلين على 700، فضعف الايه؟ البطاقه العلاجيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، ضعف برضو المعاشات. يعني على سبيل المثال المحامي لما بيقضي 30 سنه خدمه حضرتك بياخد على السنه 40 جنيه، بمعنى ادق يعني انا لما اخدم 30 سنه اخد معاش 1200 جنيه. شيء طبيعي من المتعارف عليه انه كل ما بتكبر في السن كل ما اعباءك بتزيد، ولادك بيكبروا، مصاريفك بتزيد، في امراض بتهاجمك، فمحتاج البطاقة العلاجية، محتاج سعادتك المعاش، الكلام ده كله. فحضرتك سعادتك كل ما في الامر انت بتقول لي عايز طلباتك ايه من النقابة، سواء ايا كان المرشحين طلع الف او ب او ج او د، انا ما يفرقش معايا. طيب، انا عايز تحسين حال المحامين. طيب، بمعنى تحسين حال المحامين عن طريق ايه؟ تحسين المعاشات وتحسين العلاج. انا طبعا مش هطالب بمستشفى خاصه بالمحامين لان طيب، دي مش هتحصل لان تكلفتها عاليه جدا. طيب، بس هي النقابه موفره لنا العلاج في جميع مستشفياته. هل هذه النقطه اللي بيتطرق لها الاستاذ محمد طاهر يا استاذه دينا يعني فعلا تسببت في وجود مشاكل لدى جماعه المحامين، مساله عوده الذين يعني تم الغير مشتغلين بالمهن؟ مش كل حد اتخرج من كلية حقوق ينفع يبقى محامي. مظبوط. يعني المحاماة ليست فقط ممارسة ودراسة، المحاماة في جزء منها موهبة، في جزء منها ملكات شخصية مش موجودة عن كل شخص فينا، متفاوت بشكل أو بآخر. يعني للأسف أنا شخص محامي بتعب وبشتغل وبذاكر وبحضر ماجستير وبنزل محكمة وبشوف موكلين، ما ينفعش تسويني بحد معايا نفس الكارنيه بتاعي بيشتغل مهما كانت المهنة. أنا مش بهين أي مهنة طبعا، مع احترامي لكل شيء، لكن أكيد إحنا مش متساويين في أي حاجة. يعني إحنا مش متساويين في كل حاجة. يعني أنا ما ينفعش أبقى اسمي محامية وفي حد بيشتغل في مهنة تانية غير المحاماة اسمه محامي معاه نفس الكارنيه بياخد نفس الامتيازات بتاعتي. ما هو ده واخد من حقي أنا، واخد من تأمين الصحي. هو يعني هو اللي حضرتك بتقصديه ده مش محامي بمعنى ايه؟ يعني لا يمارس المهنه، ما بيمارسش المهنه. مش معاك كارنيه، مش خريج نفسه معاه كارنيه، مش خريج كليه حقوق. خريج كليه حقوق بس ومعاه كارنيه في جيبه، بس لا يمارس، يشتغل شغلانه ثانيه. يعني موظف جاني ماني تخرج من كليه الحقوق والتحق بالنقابه بس. طيب، بيمارس المحاماه؟ لا، بس هو لقبه او مهنته في البطاقه ان هو محامي، بياخد مكاني انا بقى. يعني هو واخد من تامين الصحي بتاعي، واخد من معاشي، واخد من 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 كل الامتيازات اللي ممكن النقابه تكون. مين اللي يقول انه ده محامي وده مش محامي؟ او ايه المعايير؟ سامح عاشور حضرتك هو عمل البرنامج يعني بدون ذكر اسماء مرشحين محتملين او شيء؟ لا، ما اعرفش هو مرشح ولا يعني احنا عملنا معهد المحاماه، ومعهد المحاماه كان بيشترط لحصولك على او الالتحاق بالنقابه كان لازم تدرس في المعهد، وبعدين كل سنه بتقدم فيها تجديد اشتراك النقابه بتاعتك كان لازم تقدم لي ما يثبت ممارسه مهنه المحاماه، سواء كنت بقى مستشار قانوني في شركه، كنت بتمارس المحاماه في مكتبك، او بتشتغل في مكتب محامي كبير. اذا انا مطلوب مني ان انا كل ما اجي اقدم الكارنيه بتاعي لازم اقدم ما يثبت ان انا بمارس مهنه المحاماه، ومن هنا انا اثبتت قدام النقابه باني عضو ممارس للمهنه. طيب، انا ليه ما اعملش اكاديميه زي ما سياده الاستاذ مجدي قال، بان انا اعمل اكاديميه بتخرج اعداد محامي على شكل بشكل عالمي كمان، مش بس بشكل مصري. دي تعتبر كفتره تمرين. خد بالك ان المحاميين من اكثر المهن اللي ممكن تكون بتساعد على جلب الاستثمار في الدولة، من أكثر المهن اللي ممكن تلاقيها في السياسة. مصبوط. وتلاقيها في الفن، وتلاقيها في الرياضة، وتلاقيها في كل، هي مهنة المهن بالكامل. ليه ما عملش وثيقة تأمين للمحاميين؟ ليه ما عملش تكريم أو للمحاميين المتميزين اللي بيشرفوا النقابة وبيقدموا صورة مشرفة عن مهنة المحاماة؟ في حاجات كتير جدا احنا محتاجينها، بأنه بنغير مفاهيم، بنجدد. طيب، ونرتقي بمهنة المحاماة. طيب، هرجع برضو أسألك سؤال وياريت تترد عليهم بدون دبلوماسيه. استاذ محمد، اتفضل. اللي احنا شايفينه دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسات الخاصه يعني الانتخابات في شهر 9 واحنا في شهر 5 لسه، يعني 4 شهور تقريبا، هل ده ينبئ
انه المساله هتبقى يعني سيئه. انتخابات طبعا ساخنه، انتخابات ساخنه، بس برضو احب الفت سعادتك لنظر معاليك لحاجه، ان الدوره دي فاضل لها سنتين بعد وفاه السيد النقيب رحمه الله عليه، وده كان قيمه وقامه من علامات القانون في مصر الاستاذ رجاء عطيه الله يرحمه. الله يرحمه. وطبعا راجل جهبس جهبس، بس كل ما في الامر انت حضرتك ساعات ايا كان اللي نجح اللي هيكمل الدوره بتاعت الاستاذ رجاء رحمه الله عليه، وبعد كده حضرتك بقى نبدا الدوره الاربع سنوات بعد كده. فكل ما في الامر كل واحد عايز ينجح. انا لو اخفي النجاح لازم تحارب، بس يا حضرتك في نطاق الادب وفي حدود الادب. انا لا اشجع التراشق بالايدي او بالالسنه أو أو أو, او 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 لا، حضرتك ساعتك زي ما قلنا نص مصر اهلاوي ونص زملكاوي، من الطبيعي ان هم يلعبوا مرتين او ثلاثه في السنه في دوري او في كاس، مش معنى كده الجمهورين يفضلوا يشتموا في بعض. بس كل ما في الامر حضرتك، انا كمحامي عمري ما تدخلت في اعمال النقابه وعمري ما خدت منها حاجه. انا ليا طلبات ايا كان سعادتك النقيب القادم، انا طلباتي سعادتك ان احنا نرفع سعادتك المعاش بطريقه او باخرى. انا بشتغل بقالي 37 سنه، دخلت اموال قد ايه للنقابه؟ زي ما الاستاذه قالت حضرتك احنا بنحضر جلسات يوميه وبنرفع قضايا كل يوم، يبقى انا بدخل للنقابه قد ايه وبدخل للدوله فلوس قد ايه؟ فالمفروض بقى انا لما اكبر في السن واعدي بقى سن الستين والسبعين الاقي حضرتك سعادتك معاش كريم. معاش كريم دي نمره واحد. نمره اتنين، طب اذا سعادتك احتجت للعلاج؟ النهارده طبعا العلاج بقى غالي جدا 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 يعني. فسعادتك النقابه تدعمني في مثل هذه مش الاحوال، مش مشتركه في جميع الاماكن يعني. لا لا لا، لا في مستشفيات كتير كويسه اللي انا ممكن اكون عاوزاها يعني. لا في كل محامي فينا وليه طلباته. طلباته أيوه. لا بص يا استاذه حضرتك، حضرتك لو دخلتي مستشفى مثلا تعملي عمليه وغير مسجله مع النقابه، من حقك تاخدي جواب من النقابه تدفعي بيه اتعاب المستشفى. هي بصراحه يعني انا كان نفسي يبقى في مستشفى خاصه بنا، بس دي طبعا تكلفتها عاليه جدا جدا، ما اعتقدش انها تتحقق. بس يا رب يا رب نكمل النقابه العامه اللي هي في شارع رمسيس، نكمل، هي اتبنت كهيكل كهيكل جميل، بس لسه ناقصه بقى التوضيب والفرش. طيب والكلام ده كله. تقولي ايه اخيرا يعني استاذه دينا للنقيب القادم القادم الذي لا نعلم الذي لا نعلم، انه اتمنى انه النقابه يكون فيها تطور خارج الصندوق وبره، خارج الطرق التقليدية، تطور يكون بيواكب التكنولوجيا وبيواكب التطور اللي بيحصل في العالم حوالينا. مش أيوة طبيعي أبدا. أنت فرحتيني لأن كل مطالبكم يعني اللي أنا بسمعتها من حضرتكم. أنا مطالبتش حاجة مطالب لسه. مطالب فئوية يعني لا 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 خالص. زيادة معاشات. بطلب. أنا بطلب للنقابة اللي بتسهل عملي كمحامية. لازم يكون في بروتوكولات تعاون مع كل مؤسسات الدولة. لازم يكون عندي رقمنة لنقابة المحاميين. العالم كله بطل يستخدم ورقه وقلم في صح. الاجراءات بتاعته مزبوط. وفي تقديم ورقه، كل ده صحيح. لازم يتلغي، والا هنبقى بنرجع بالنقابه 50 سنه ورا اكتر ما هي اصلا متاخره. في ملحوظه الفت نظر حضرتك بسرعه، بس ساعتك الخليج بالكامل احنا اللي حاطين القوانين بتاعته. الخليج بالكامل، ومع ذلك هم تقدموا، ما بيستعملوش ورقيات زي ما الاستاذه قالت، كله اجهزه يعني. هو عموما الدوله بدات مشروع الرقمنه تمام، احنا لازم احنا بقى نواكب فيه في مجالات عديده في مؤسسات عديده. مظبوط. واتوقع انه طبعا يعني مظبوط. لا الرئيس السيسي بصراحه غير مصر وجه مصر تماما يعني. هيجي لها الدور يعني. مظبوط مظبوط. طيب انا يعني وقتي انتهى، لكن بالتاكيد حديثنا عن المحاماه وعن انتخابات النقابة اللي هي المفترض أنها تجرى في سبتمبر المقبل لن يتوقف. هنرجع لهذا الموضوع مرة ومرة، لأنه طبعا نقابة المحامين من النقابات العريقة ويعني التي تستحق أن احنا نلقي عليها الضوء من حين إلى آخر. بشكر ضيفي الكريمين الأستاذة دينا المقدم المحامية، شكرا جزيلا. أستاذ محمد طاهر المحامي، شكرا جزيلا. دي نقابة البشوات. ده رأيك. ده رأيك. أنا اللي قريته في كتب التاريخ أنه ثورة 52 لغت الألقاب. شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء، بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم بكرة بإذن الله. تصبحوا على خير. شكرا.